انا مبسوط كمان انه الدوره الحاليه المقامه للمسرح التجريبي والمعاصر اللي بتستضيفها القاهره كرمت الاستاذه سميره باعتبارها كمان من رواد المسرح وعملت اعمال مسرحيه عظيمه، وانا حاسس ان التكريم ده اتاخر شويه يا استاذه سميره. متاخر، متاخر. هم بيكرموني على مخده الكحل. مخده الكحل من 10 سنين. الكحل ساعه. من 10 سنين قلت لهم ده تكريم متأخر جدا. لأن أنا ابتديت التجريبي قبل حتى مخدة الكحل. عملت حاجة اسمها ترنيمة. ترنيمة دي راحت ألمانيا، الجمهور بعد ما اتفرج رفض يروح وعايز يشوفها كمان مرة. يا سلام، ما اعتقدش في ممثل قابل قاعد. طبعا طبعا دي كنت جديدة انا دي. الممثلة الوحيدة. ده من 10 سنين ولا من قبل بقى كمان؟ من قبل ال10 سنين. يعني كانت ترنيمة قبل مخدة الكحل. كويس. هي اول تجربة ليا في التجريبي هي ترنيمة. كويس. انا كنت رافضة التجريبي وبقول تجريبي ايه بلا لعب عيال، انا كلاسيكية بتاعت المسرح القومي. مظبوط. وبعدين الله يرحمه محفوظ هو قال لي لا، جربي، ما ترفضيش حاجة، ده تيار جديد في العالم، روحي شوفي وإذا ما عجبكيش ما تشتغليش، لكن ما ترفضيش من غير ما تشوفي. كويس. رحت شفت، لقيت فعلا في انضباط شديد جدا، في بنات بيعملوا إيقاعات مع بعض بصوت واحد، بيتكلموا بصوت واحد، بيعملوا تعبير بالجسد، حاجات جديدة. صحيح. مش موجودة في المسرح قبل كده. تمام. فقلت لا أنا هشتغل. فكانت دي تجربة كانت ممتعة ترنيمة، بالنسبة لك. دي كانت ترنيمة إخراج انتصار عبد الفتاح. ممتاز. ودعيت إلى ألمانيا، فروحنا عرضنا في ألمانيا، وإذ بالجمهور مش عايز يروح إلا لما يشوفها كمان مرة. جديدة دي. جديد. وعرضتوها تاني ولا قلت لهم عرضنا، لا عرضنا، إحنا فضلنا إيه، أشفقنا على الباليرينا اللي معانا. كان معانا ريم حجاب بترقص باليه. كويس. فقلنا دي حرام رقصت كتير فصعب انها تعيد تاني. فالبنت قالت لا، ما دام عاوزينها تاني انا بس ارتاح ربع ساعه على ظهري ونعملها تاني. يا خبر ابيض. وعملناها تاني ونفس التسقيف ونفس الاعجاب. انا اعتقد دي السابقه الاولى في التاريخ. في الممثلين المسرح. في ما اعتقدش يعني. حصلت لحد تاني. صحيح صحيح. وعدنا العرض وقابلوه بترحاب شديد جدا جدا. ومن ساعتها حبيتي التجريبي. حبيت التجريبي. اشتغلت بقى بعديها ترنيمه 2. كان في ترنيمه 2. ايوه. انا انت مش حبيتيه ده خلاص بقى ده. وبعدين مخده الكحل. حلو. مخده الكحل بقى عملت نجاح رائع. لفينا بيها العالم. صحيح. هي افتتحت المهرجان التجريبي في القاهرة فخدت الجائزة الأولى. تمام. وبعدين دعيت إلى جميع المهرجانات التجريبية في العالم وخدت جوائز على ما أذكر. كل مهرجان نروح وناخد الجائزة. بسم الله ما شاء الله. رحنا الهند، رحنا سراييفو، رحنا إيطاليا، رحنا فرنسا، رحنا ألمانيا، رحنا الشارقة، رحنا تونس. لفينا العالم. أمريكا بس اللي ما رحناش، كنا مدعوين لكن قالوا لا التذاكر غالية. لا أنا فاكر عرض مخدة الكحل كان عرض كان جميل. يعني بجد تجريبي معاصر وفي فكرة وفي رؤية وفي رسالة وفي حاجة عرض حلو بيعجب الناس. مبهر. مبهر. صحيح. احنا قعدنا نعرض 8 أشهر في القاهرة. صح. بعد ما عملنا الجولات دي. مظبوط مظبوط. وعشان كده انا قلت لهم ده تكريم متاخر قوي. صح. التكريم وبهديه لانتصار عبد الفتاح المبدع. طبعا. اللي هو عمل. طبعا. الشكل ده. صحيح. لا الاستاذ انتصار حد من اصحاب الرؤيه يعني اللي عنده دايما. أيوة. فيجن. ورؤيه هو اللي عمل يعني العرض، ما كنتش انا لوحدي، يعني انا لوحدي اللي بمثل، لكن العرض كله شيء بديع. صحيح صحيح. صحيح. وانا اتمنى الحقيقه انه التلفزيون، وانا بخاطب نفسي هنا وزملائي في القنوات، انه نهتم شويه بالافكار والتجارب دي زي المسرح التجريبي والمسرح المعاصر. خصوصا ان المسرح الكلاسيكي في ازمه. ايوه. فما عندناش غير خشبه المسرح اللي بيتعمل عليها عروض الشبابيه وافكار الشباب والمخرجين الشباب. تمام. لازم نديهم فرصه. لازم. والهوان نديهم فرصه. صح. أنا السنة اللي فاتت كنت في لجنة تحكيم المهرجان القومي. إيه رأيك العروض اللي مقدمها الجامعة تفوق كفاءة وجمالا عن عروض المحترفين؟ فعلا. والله شفنا 37 عرض مسرحي، 30 منهم في الجامعة. من الجامعات المختلفة، وعاملين عروض جميلة.
ومواهب اللي جميلة هم الهواة جدا. وشباب شباب وطلبة الجامعة. بالظبط طلبة الجامعة. لازم عشان كده انا بنصح كل الشباب اللي عنده هواية فن وبيدرس يكمل دراسته ويشتغل ممثل. بس هم محتاجين زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي يا استاذة. طبعا دعوتك ليهم مهمة، بس لازم كمان ياخدوا فرصة، والفرصة دي طبعاً من الجهات الرسمية وزارة الثقافة ومننا كإعلام. بالظبط، لأن عمرهم ما هيظهروا والناس هتعرفهم إلا بالإعلام. إلا بالإعلام. طبعا الإعلام مهم جدا. مظبوط.